أنا يونس من الحضر، اشتغلت بالديه من 2019 هنا بالقضاء. الحمد لله شويه، بس عندنا حركه شويه ضعيفه. الديه النوعيه انا اجيب، انا قريتها ما اعرف اقرا، بس اعرف النوعيه. السياره تجيني اعرف نوعيتها، احط لها شيد، حافظ الشكل. الرجال الهم بالاخر بالموصل هم يعطيني الدين الزين والحمد لله ماشي، بس عندنا شويه الحركة ضعيفة بالحضر بالقضاء، وبس الحمد لله خدمات كهرباء زينة، البلدية زينة، كلهم الدوائر زينة، الدولة كلها زينة الحمد لله والشكر يا رب. وبس نطالب التبليد الشارع مال القضاء يدخل الطب على الحضر، اريد نطالب المحافظ بتبليد الشارع.